سرقة سيدة وسحلها بالشارع العام يثير غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. تناقلت منصات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد مقطع فيديو قصير يوثق لعملية سرقة بالسلاح الأبيض بإحدى شوارع مدينة مراكش. وكانت إحدى كاميرات المراقبة قد وثقت قيام شخصين يمتطيان دراجة نارية بتعريض سيدة لسرقة محفظتها وتهديدها بالسلاح الأبيض وسحلها بالشارع. ووفق المعطيات المتوفرة فإن الواقعة كانت بمنطقة سيدي يوسف بالمدينة الحمراء، حيث تعرضت الضحية لسرقة حقيبتها اليدوية من قبل شخصين. وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن شخصين شاهد الواقعة دون أن يبدي أيهما أي ردة فعل اتجاه الضحية.